أطلقت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون برنامجها الرمضاني مضمار المعرفة، الذي يبث عبر أثير إذاعة الشارقة وشاشة قناة الشارقة في شهر رمضان المبارك، بهدف إبراز كفاءة المشاركين في مختلف التخصصات. في إطار سعيها لتوسيع آفاق الاتصال بين المؤسسات الحكومية والشبه حكومية، أطلقت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون مضمار المعرفة في دورته الثامنة برنامجاً رمضانياً ينمي المعارف ويعزز روح التنافسية لدى المشاركين. طبعاً البرنامج هذا كان اسمه خلكم ويانا على مدى 7 سنوات مضت. في هذا العام سميناه مضمار المعرفة، السنة الثامنة على التوالي. والله الحمد، كل سنة الجهات اللي الحكومية يكون عددها أكثر من السنة اللي قبلها. هذه السنة 40 جهة شاركت معنا في مضمار المعرفة. طبعا لأهمية هذا البرنامج، الآن البرنامج هذا تحول إلى إذاعي تلفزيوني وأعطى زخم أكثر. مجموع الجوائز المعروضة في هذا العام تختلف اختلاف كلي عن السنوات السابقة. يجمع البرنامج الذي يبث خلال أيام شهر رمضان المبارك نخبة من موظفي الهيئة والمؤسسات الحكومية الذين يتنافسون على صعيد مسابقات ثقافية ومعرفية واجتماعية تصل قيمتها لأكثر من 200,000 درهم، بجانب المعرفة التي سيكتسبها المشاركون. طبعا نتشرف اليوم في المشاركة في هذه المسابقة. طبعا شاركنا في هذا المسابقة لتنمية مواهبنا وتبادل الأفكار وزيادة معارفنا بين موظفي الدوائر الحكومية. يأتي تنظيم هذه المسابقة المعرفية انطلاقا من رؤية هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون لدفع خطط التنمية المجتمعية قدما، وإبراز الدور الذي يلعبه الإعلام في إظهار الكفاءات الإبداعية والثقافية لدى منتسبي الهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية. مضمار المعرفة برنامج مسابقات رمضانية، فرصة لتعزيز روح التنافسية لدى موظفي القطاع الحكومي في إمارة الشارقة. لإخبار الدار، هويدا الشرقي، الشارقة.